إنه يوم جميل جدا. هكذا بدأ العرض المسرحي مريم والبهلوان للكاتب محمد الكامل بن زيد. العرض يعالج في 40 دقيقة التصاق الأطفال بالهواتف الذكية والألواح الإلكترونية وعزوفهم عن الواقع. كانت رسالتنا أنه الأطفال يبعدوا شوية على الألعاب الإلكترونية والهواتف والأشياء اللي تخليهم بعيد على الثقافة، نميوا مواهبهم، اللي عنده تمثيل يدخل تمثيل، اللي عنده موهبة في كرة القدم يدخل ينميها في أي حاجة. عزوف الأطفال عن المسرح هو الموضوع الذي طرقه الكاتب وجسده الممثلون على الرقح. يعني احنا ما لقيناش يعني الجمهور داخل المسرح، خرجنا ليه للشارع، وبالتالي عودنا جبنا المشاهدين او المتابعين للمسرح، جبناهم هنا للمسرح. المؤثرات الصوتية والالوان المختارة كملت مجهود المخرج عبد العالي دبابش الذي كان وراء هذا المنتوج. إخراج يخص الطفل، لكن المشاهدة يمكن الجمهور الكبير كذلك يستمتع، لأن رؤية إخراجية يمكن نقول جديدة، لأنها تعتمد على الإضاءة والموسيقى والرقصات، هذا الشيء الذي يكون في المسارح العالمية اليوم. واعلموا علم اليقين أنني سألتقي بكم وأعود لأجدكم. أيها الأحبة، صدقوني إنه لمثيل لتلك اللحظات التي نقضيها سويا بالمسرح. حضور الأطفال رفقة أوليائهم كان لافتا، فهل هي الرغبة الملحة للعودة إلى الواقع بعيدا عن العالم الافتراضي وعن حصار كورونا؟